اهلا بحضراتكم مره تانية، مشرفانا ومنورانا الاستاذه انتصار صلاح صاحبه حمله ومبادره قومي يا مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. مبادره او حمله زي اللي حضرتك عاملاها دي، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها، هو ده اللي احنا محتاجينه، اننا نشجع منتج بلدنا تمام. ونحافظ عليه ونخليه يقدر ينافس. فلما نوصل للمرحله دي اعتقد ان حتى سعر الدولار نفسه هيستقر والاقتصاد يا نفسه ريت طبعا، يستقر. دي مرحلة ان شاء الله هنوصل لها في يوم من الايام طيب باذن الله. بنقول لك بدايه كده، انت من اجدع الناس. الله احنا عاملين يخليك. فقره في برنامجنا اسمها اجدع الناس، وحضرتك تمام، تستحقي يعني بناء على الحمله والمبادره ده الجميله دي. شرف ليا طبعا اكيد. وتشرفنا بوجودك، وابتدي قولي لنا يعني ايه قومي يا مصر. انا عملت الحملة دي تقريبا قربنا على سنة، بدأتها على الفيسبوك. كان هدفها تكريم الناس اللي فعلا عندها مشاريع صغيرة وبتشتغل من بيوتها وبتحاول تعمل حاجة رغم كل الظروف اللي حواليهم، بيحاولوا يعملوا حاجة، وفي ناس فعلا بدأت تعمل حاجة وفي ناس لسه مش قادرة، فاحنا بنحاول نساعد بعض. يعني بتعملوا ايه طيب؟ الحملة كان هدفها سد ثغرة معينة موجودة عند أغلب الناس اللي بينتجوا وبيشتغلوا، وهي التسويق. كلهم عندهم مشكلة إن هم مش عارفين يسوقوا أو ما عندهمش منافذ للتسويق فعالة، فالحملة الحمد لله قدرت تسد شوية من الموضوع ده أو تساعد فيه. وكان لينا خطوات كتير بدأنا نعملها بعد ما بدأنا من خلال الحملة نكرم الناس ونعمل لهم بوستات وننزل صور لشغلهم على الصفحة، وبدأ يجي لهم زباين وتعاقدات وحاجات كتير الحمد لله، يعني في شعبية كويسة. عملنا بوابة تسويقية على الويب سايت، على النت، لتسويق شغلهم عن طريق موقع اسمه اودايز، وبدأوا ياخدوا اكونتات وينزلوا صور شغلهم، ويعني بدأ يبقى في اوردرات لأنه يعني اللي لسه. بيشتغلوا في نقدر نقول المشاريع الصغيرة يعني، أو وحرف يدوية وكلام بص، زي احنا كده. عندنا مشكلة ان دايما لما تيجي تدخل اي مكان رسمي تتعامل معاه، سواء معرض معمول كبير او اي حاجة، يقول لك انت لازم يكون عندك سجل تجاري ولازم يكون عندك مقر ولازم يكون عندك براند. فالناس اللي انا بتعامل معاهم اغلبهم ما عندهمش الكلام ده، هو بيشتغل بس في البيت كده، بيشتغل من بيحاول بيته على قد ما بيساعد يقدر يعني. نفسه يعني. فاحنا بنتكلم مع فئة تقريبا المجتمع بتاعنا مش عايز يتفاعل معاها بشكل صح. الناس دي عددها كبير جدا بالملايين، ومصر بالملايين مليان بالملايين بالملايين بلا جدال بالملايين. المشاريع الصغيرة أو الحاجات كل اليدوية. حد جوه بيته بيعمل حاجة، احنا عايزين ده نضغط عليه، عايزين ندوس على ده، لان ده موجود وهو ده اللي هيقوم البلد دي. معنى ان انا اتعامل مع براندات ومع سجلات تجارية ومع مقرات ومع كم مشروع اصلا في بلدنا شغالين فعلا وبينجحوا وبيكسبوا، وكم بني ادم شغال من بيته محتاج دعم. انت الحل بتاعك في انك تدعم الناس دي، تقف مع الناس دي، مش الحل بتاعك في انك تدعم الناس اللي اصلا هي واقفه على رجليها. فاني هتلاقي الكبار دايما بيساعدوا بعض وبيقفوا مع بعض، لكن بالظبط، بيبقى احنا الموضوع عايزين حتى الكبار كإجراءات يمدوا بالنسبة له ايديهم. سهل. يعني الناس اللي مسؤوله عن المشاريع الصغيره والناس المسؤوله، الكلام ده انتوا فين؟ احنا موجودين وبالملايين مش بالالاف. احنا انا عندي، انا لوحدي عندي عدد كبير جدا. طيب قولي لي مشاريع زي ايه عشان الصورة تقرب للناس، يعني بيعملوا ايه مثلا؟ كل حاجه شغل، انا ماسكه الخط بتاع الهاند ميد، الشغل اليدوي. طبعا في مشاريع كتير قوي مصريه، بس بتكلم على الشغل اللي الناس تقدر تنفذه من جوه بيوتها، زي الازياء، زي الاكسسوارز، زي الشموع، زي الفنون السيراميك، زي الصلصال الحراري، الكليم، الشغل التراث السيناوي الفرعوني، عندك حاجات كتير قوي. يعني انا بس مش وارد كله، عندك الكروشيه، يعني في منتجات تعمل الكروشيه والحاجات دي حلوه جدا. ومصر اساسا بتصدر السجاد، يعني لو احنا دعمنا في الاتجاه ده احنا اعتقد. اسواقنا بقى، احنا كمصريين احنا فين من ده؟ يعني احنا الاسواق بتاعتنا بنستورد، ودلوقتي مع الدولار بطلنا نستورد، ومع ذلك برضو ما فيش دعم للمنتج المصري. فاحنا هدفنا من خلال حملتنا دي ان احنا بنقول ان احنا عندنا منتجات مصريه عايزه دعم، ودعم من الكبار ودعم من الدوله ودعم من الناس المسؤوله اللي هم فعلا محتاجين يمدوا ايديهم لينا، ده الاساس. فلكن احنا كلنا كصغيرين شغالين مع بعض، لا احنا في ثغره عندنا، ومن خلال اي برنامج انا بطلع فيه من غير برنامج حضرتك بقول لا احنا محتاجين دعم الدوله ودعم المسؤولين ودعم الرجال الاعمال في الدوله. حضرتك عاملة سلوجان كده، مشروعنا هو الصين المصرية، صح؟ طبعا يعني في ايه ناس الصين بتهاجم المصرية؟ كلمه الصين دي. عشان يعني كده. يا ريت بس نبقى نص الصين، بس مش هقول لك اكتر من كده. احنا اوكي ناس منتجين وناس مبدعين وناس تمام، بس بلد زي الصين دي، انتوا شايفين الانتاج عامل فيها ازاي، دي مكتسح العالم. احنا بس عايزين نبقى نصها، نكتسح نص العالم، مش عايزين العالم كله. ففكره ان انا بقول الصين المصريه ان انا عايزه بلدي تبقى الانتاج عندها اول حاجه، ان انا الصين دي في كل منطقه سكنيه بتبقى ماسكه منتج واحد شغال عليه. يعني هو نظامهم كده، يعني بيمسك قريه، انتوا شغالين مثلا على البنطلون الديزاين ده، انتوا شغالين على صناعه الدبوس، انتوا فاهمني. فاحنا عايزين نوصل لمرحله ان احنا نخصص الانتاج عندنا بشكل عملي واحترافي احنا اكتر. ما وصلناش للمرحلة دي احنا لسه، كل ان واحد يبقى شغال في لوحده، اماكن. لا، كل واحد شغال لوحده. كل واحد شغال لوحده، وكل واحد بيساعد نفسه بنفسه، عشان كده مش قادرين نعمل حاجه.
لكن لو تكاتفنا وايدينا بقت في ايدين بعض ووقفنا مع بعض هنساعد بعض، طيب والكبير يساعد الصغير، مش الصغير يقعد لوحده شغال لوحده مش هيوصل لحاجة. طيب قولي لي، في يعني المنتجات المصرية دي بتلقى رواجا، يعني الناس بيتفاعلوا معاها و... في منتجات طبعا كتير بتلقى رواجا، وفي منتجات عندها مشكلة في الخامات، ان الخامات طبعا بتبقى عشان تطلع منتج كويس بتضطر تتعامل مع خامات مستوردة، فدايما بنقول احنا محتاجين تصنيع خامات عالية الجودة جوه بلدنا، يعني مش بقول عايزين وصلنا لده ولا نستورد. لسه؟ ما حصلش الخامات اللي موجودة يا دوب هو القماش هو الحاجة الحلوة اللي تقدر تدخلها في شغلك، لكن عشان تجيب دبوس بيجيبه مستورد، عشان تجيب حلقة صغيرة طب مستوردة، معانا صور اهي، سوستة مستوردة. دي ده معرض ولا ايه لا ده نظام المعرض اللي احنا ان شاء الله هنعمله، اللي هتعملوه؟ اللي هنعمله يوم 20 يناير، احنا عاملينه في فكرة الجاليري اسمه حرف مصر. لو حضرتك كنت حضرت قبل كده اوبن داي او من المعارض اللي بتتعمل عموما في النوادي وكده، فكرتها دايما ترابيزة ومفرش وعليه مجموعة من المنتجات وصاحبة الشغل قاعدة قدامك، فممكن تشتري او ما تشتريش. فالفكرة دي انا شايفة ان هي قدمت قوي وبقت مستهلكة، وبقى فعلا الناس بتنزل ما بتعرفش تجيب ثمن الرسوم اللي اتدفعت في الاشتراك في المعرض. فانا طلعت فكرة جديدة ان احنا لا هنعمل جاليري متنقل، انا بشغلكم ده هلف مصر كلها وممكن اطلع بيه كمان بره مصر. حلو جدا، ده جزء من الشغل، ده شغل بقى الناس دي اللي شنط هاند ميد بقى. ده كروشيه، كروشيه مع جلد. دي بتبقى تكلفتها تقريبا قد ايه هو وتتباع رينج بكام؟ عشان الشنط الناس برضو يبقوا في صورة كده. طبعا هو رينجها الهاند ميد معروف ان هو سعره بيبقى عالي شويه، مش زي شغل يعني بيبدا من 150 لغايه 400 من رينج الشنط. 150 ل 400، ودي الكروشيه مرفنطة. دي اصغر شويه، دي للتابلت او حاجات صغيره يعني، فدي برضو ارخص شويه. فبالنسبه للاسعار طبعا عندك جلود، شنط جلود معمول رسم على بس كده الجلود، هتقع في مشكلة ان ممكن الحاجة نفسها زي ما حضرتك بتقولي كده تبقى أغلى من المنتج الصيني، هي دي فيبقى هو المشكله اللي هو بتاعت الخامات اللي انا التنافسية. بتكلم عليها. طب حضرتك نتكلم في مشكله الجلود مثلا، لو رحت تشتري جلود من اي مطبخه او اي مكان بيبيع جلود هتلاقي الجلود العاليه الجوده مركونه على جنب عشان تتصدر. انت بقى كحد بيصنع جوه مصر تقعد تجيب قطعه في قطعه في قطعه عشان تلاقي دي فيها بقع، دي فيها مش عارفه ايه، وتقعد انت عشان تطلع منتج كويس بتلاقي تالف عندك كتير قوي. ليه؟ لان التوجه ان الحاجه كويسه نطلعها بره، الحاجه اللي نص نص نخليها جوه. فانا عشان اتغلب على النقطه دي بضطر ادفع اكتر عشان اخد حاجه بسعر اعلى وجوده اعلى، فلما تدفعي اكتر يبقى الحاجة هتبقى اغلى. المنتج بسعره بيضرب طبعا. فاحنا عندنا في مشكله في المنظومه عايزه تتظبط بشكل اكتر، واحنا كصغيرين كناس صغيره مش هنعرف نظبط ده عايز تنظيم من ناس انتوا كبار بفكركم مسؤولين. والله، يعني ربنا والله يوفقكم. الحمد لله كبار بفكركم وبانكم بتشتغلوا، يعني في وسط بنسعى الظروف بتقولوا بس وبنحاول، هنقدر. بس للاسف هو اللي عايز يشتغل بيحارب عشان يشتغل. يعني انا عاجبني كمان اللي انتوا يعني قومي يا مصر، دي حاجة حلوة قوي. قوم يا مصر يا رب تقوم واحنا معاها وكلنا نسندها باذن الله واللي جاي يكون احسن. طيب هل جربتوا في مرة تتواصلوا مع حد من المسؤولين، يعني تتقدموا بشيء لوزارة الصناعة، لحد والله وقعت انا منه حاجة؟ يعني انا عن نفسي يعني اتواصلت مع ناس مسؤولين كتير جدا وفي مناصب كويسه قوي، بس للاسف ما بوصلش حاجه في الاخر، بس مش هقدر اقول اكتر من كده. لكن الناس اللي انا وصلت لهم يمكن في الوزارات، فانا ما مش شايفه ان في تفاعل او تعاون فعلي. هو كلام، انت حضرتك تقعد مع المسؤول كده وجها لوجه تتكلم معاه تمام، انت كلامك زي الفل حلو قوي، مجرد ما بتخرج خلاص انت مش موجود. وده اللي انا وصلت له مع كذا شخصيه مش مع حد واحد، ويعني ما شاء الله ناس يعني دورهم ان هم يساعدونا، للاسف ما حدش بيقوم بدوره ما فيش التفاعل يعني بالشكل الكافي ان احنا للاسف. يعني بلاقي ان الكبار ما شاء الله يعني اللي انا ملاحظاه طبعا من احتكاكي يعني هم بيساعدوا بعض قوي، وتلاقي في دعم بينهم وبين بعض قوي، لكن احنا كناس صغيرين ما بناخدش غير كلام بس. احنا بنحاول دلوقتي نجيب يعني يا رب حد من وزارة الصناعة، وان شاء انا الله هم اكيد اتمنى يتفاعلوا مع حاجة زي دي، لو عايزين لازم ندعم ده يعني المفروض، يا ريت، لانه اقتصاد بلدنا يعني لازم عشان يقوم تبقى في مشروعات انا صغيرة زي بصراحه ما حضرتك يعني بتقولي كده. وصلت لناس كتير بجد يعني، ف بقيت اشتغل لوحدي في الاخر لما لقيت ان كل الناس يعني باللفظ المصري كده اللي هو بيبعتك، يعني يقول لك طب انت روح لفلان وفلان يوديك لفلان وفلان، تلاقي نفسك انت وقتك بيضيع ما توصلش لحاجه في الاخر. طيب اعتمادكم على نفسكم، يعني هل هتقدروا تكبروا في زمن وقدره ولا والله هو الموضوع ده الحل هيفضل؟ الموجود، احنا محتاجين سبونسر، محتاجين رعاة، ناس من رجال بقى الاعمال، بلاش الدوله بلاش المسؤولين، خلينا مع رجال الاعمال اللي هم فعلا هيستغلوا الموضوع ده يساعدوا الشباب اللي فعلا هم كتير. انا عندي ناس في المعرض اللي جاي ده بالمئات عندهم شغل، في ناس قادره تدفع الرسوم اللي انا مقرراها للاشتراك لانه طبعا بجهود ذاتيه، في ناس مش قادره. طيب انا اكمل التكلفه دي ازاي؟ لازم يكون عندي سبونسر، لازم يكون عندي حد حابب انه يساعد الشباب فعلا وحابب انه يعمل حاجه.
طيب معنا تليفون استاذ محمد سليمان، مدير مركز مصر ابداع التابع لوزارة الصناعة. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير يا استاذ مهند. يعني مشرفنا ومنورنا. مساء. وده اللي معانا كده، ده مش ابداع ولا ايه؟ والله اللي معاك ده قمه الابداع وقمه الانتاج، وطبعا انا بحيي الاستاذه انتصار على المجهود الجبار ميرسي يا اللي هي فندم، عاملاه ميرسي ده. ليك. بس هو يا فندم، انا بس كل اللي انا عايز الفت نظر حضرتك ليه ان الحمد لله رب العالمين، الوزاره متمثله في مركز تحديث الصناعه قامت من سنه ونص بايجاد منفذ بيع دائم للمنتجات الحرفيه المصريه، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نكبر القاعده اللي موجوده، ويعني حضرتك بتقدم لنا دعم هايل بالمبادره بتاعت حضرتك. تمام يا فندم. خلينا نقول ان هو ممكن ساعات لما ببقى ما بتجهش للمكان المظبوط المفروض ان انا اتوجه ليه، ساعات بيحصل ان انا ما بوصلش للمكان اللي انا عايزه. طيب هي تقدر تتوجه لحضرتك احنا يا استاذ محمد؟ تقدر تتوجه لحضرتك يا ونساعد؟ فندم تقدر استاذ انتصار تتوجه احنا لحضرتك ونساعد ان شاء الله وان الموضوع هو يكبر؟ انا تواصلت مع حد من المركز تحديث الصناعه فعلا، ورحت اتحاد الصناعات، اتحاد الصناعات تقريبا. الاساس هو انه كل الناس دي عشان تشتغل لازم يكون عندها سجل تجاري، عشان تعرض شغلها في الكرياتيف ايجيبت لازم يكون سجل طب تجاري. نسمع رد وانا الاستاذ بتكلم في محمد. فكره ان الناس دي اغلبها شغاله من بيوتها، ما عندهاش امكانيه يكون عندها مقر، ما عندهاش امكانيه انها يكون عندها سجل تجاري. طيب استاذ محمد ايوه يا فندم. اتفضل، ممكن نساعد الناس دول ازاي، خاصه ان هم يعني بيبقوا في الغالب الموضوع بشكل ابسط، يعني من انه يبقى عنده سجل تجاري او كذا، هو عايز يشتغل برضو ويطور علشان من نفسه ويطور من بلده. نوضح الامور، اتفضل. النهارده انا عندي نوعين من العارضين، يا اما حد عنده ورق وعنده سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، تمام، يا اما حد تابع لجهه ك ان جي او، كجمعيه خيريه، كجمعيه تنميه مجتمع، اللي هي انا في الاساس لازم اوجه كل المجهودات بتاعتي ان هي تبقى تحت مظله العمل المتكامل بتاع الدوله. انا ما ينفعش ان انا يبقى في اقتصاد موازي للاقتصاد بتاعي، والناس دي هدفها نبيل في ان هي تشتغل وتنتج علشان تعرض منتجات. تمام. فالنهارده لو تعذر ان انا الـ الشخص اللي بيشتغل ده لضيق ذات اليد او للبروسيسز الكتيره اللي ممكن بيتعرض لها علشان يطلع سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، تخوفه من ان هو يبقى عنده ورق رسمي وان هو يبقى عنده التزام بتامينات او التزام بضرائب، انا مش هقدر ان انا اساعده وهو بيدور على ان هو يشتغل بره المنظومه المحترمه بتاعتنا. لكن انا ممكن اوجد له، وهو اكيد في الاماكن بالعدد الضخم ده في جمعيات كتيره متواجده في الاماكن دي وبتشتغل، وانا من اكبر العارضين عندي جمعيات، لان بيبقى تحت مظلتها الاف البشر. تمام. فهي حكايه السجل التجاري والبطاقه الضريبيه لو عايز اشتغل لوحدي ويبقى عندي الانتيتي بتاعتي. هاويفر القوانين كلها بقت في صالح المنتج دلوقتي، وبقى في تذليل للعقبات علشان استخراج التراخيص. طيب على العموم احنا استاذ في محمد الاخر معاه في حق في الموضوع. المجموعه المحترمه اللي بتشتغل لاختيار العارضين عندنا لتقييم منتجاتهم او وضعهم في برنامج تطويري علشان يحسنهم للمنتج، موجودين في الدور الثاني في مركز تحديث الصناعه، ممكن بمنتهى السهوله يتواصلوا مع الاستاذ ماجد صبري، هو اللي موجود هناك اللي بيستقبل التيم بتاعه، او الاستاذ الامير محسن. اي حد فيهم هيقدر يوجه الناس دي بشكل مظبوط علشان يبقى منتجه ويوصل للنافذه اللي يعني الحمد لله بالمجهودات بتاعت الدوله متمثله في الوزاره وفي المركز بقت موجوده على الارض وبقى لها اكتر من سنه ونص شغال. هو انا دلوقتي يعني بدات في اجراءات ان انا انظم جمعيه زي ما طيب هو قال كده بنشكرك يا بالظبط. استاذ محمد، بنشكر استاذ محمد سليم. شكرا لحضرتك يا فندم، ميرسي جدا. انا بدات فعلا في اجراءات تنظيم جمعيه عشان اعمل مظله فعلا. هو معاه حق في دي فعلا، لان لازم الاقتصاد يبقى وانا يعني لما لقيت الدوله الدنيا شايفاه. لازم يكون في مظله، ففعلا ده الاجراء اللي انا ماشيه فيه دلوقتي.
تنظيم جمعية وهم يبقوا أعضاء فيها، ونبدأ نتفاعل أو نتعامل مع المعارض ومع المراكز ومع كريتيف ايجيبت بالظبط. وكل وهو الدنيا. الراجل يعني مشكورا طبعا بيقول طبعا تقدروا تتواصلوا يعني مع المسؤولين اللي ذكرهم، أكيد وان شاء الله يتم التواصل يا وتقدروا ريت يا توصلوا ريت يا يعني ريت. اللي انتم بتعملوه، لانكم في الاخر هدفكم ان الناس نفسها هتستفيد طبعا والبلد نفسها هتستفيد واقتصادها يقوم بشغل بإذن اولاد. الله بإذن الله. تقريبا انتوا كام شخص؟ هو أنا الحملة بتاعتي ضم حوالي 2000 شخص في حلو جدا خلال ما شاء الله. سنة، جمعنا يعني الناس اللي عرضت معانا والناس اللي فعلا معانا في جروبات على الواتساب وجروبات على الفيس حوالي 2000. منظمين معرض إن شاء الله يوم 20 يناير اسمه حرف مصر. المعرض ده في بيت أثري في الحسين. حلو. فكرة المعرض جاليري زي ما حضرتك عرضت الصورة من شوية، إنه يجيب المنتجات بتاعت ناس تتعرض بشكل عملي اكتر واحترافي اكتر، ان حتى العميل اللي داخل يتفرج ويشوف يعرف يشتري بمنتهى الحرية وبس. وبنحاول نعمل حاجة كويسة وحاجة شباب جديدة. اكتر ولا في ناس كبيرة برضو؟ لا اكتر، مش في ناس كبيرة، في ناس يعني في ما شاء الله الحاجة زينب عندها فوق 60 سنة ما شاء معانا، الله ما في شاء الله. مجموعة كبيرة من الناس اعمارهم فوق 40، في فوق 30، متنوعين في كل شغلهم. من خلال المعرض كمان عاملين حاجة ورش تدريبية اسمها ورشة اليوم الواحد، أو كل يوم ورشة، كل يوم ورشة. بنقدم تدريب بأسعار مخفضة معقولة، في نفس اليوم يتعلم يعمل مثلا يقفل شنطة جلد بشكل يدوي، في خلال اليوم ياخدها وهو ماشي أو محفظة. طيب احنا برضو سألنا الناس على صفحة النهار نور على فيسبوك، يعني بما اننا بنتكلم عن المنتج تمام المصري وانتوا هتعملوا جاليري وناس كتير يعني بتحاول تشتغل عشان تطور من اه طبعا المنتج المصري، نشوف الناس يعني هيقبلوه ولا هيروحوا لمنتجات تانية. هل تثق في المنتج المصري ام الصيني؟ دينا الهواري بتقول انا اثق في المصري لان ليا مشروع هاند ميد وبشتغل في شركة منتجة لمنتج مصري. جميل. طب كويس. نور الله المختار بتقول المصري. منال شرف الدين بتقول المنتج المصري طبعا، وانا بعمل تحف مصرية مصر يكسب. واملي كبير اني اصدرها للصين. طب كويس ايوه والله العظيم يا منال، يعني ربنا يوفقك. دنيا محمد بتقول مع المنتج المصري. في تاني نور ثروت بتقول لو بنقارن بين المصري والصيني يبقى المصري. الفردوس الاعلى بتقول المصري. محمد عبد الغفار بيقول ولا ده ولا ده. نورهان بتقول المصري اكيد. محمد عزمي اكيد المصري. محمد فتحي المصري طبعا. بسيوني عبد اللطيف المصري طبعا. محمد شحاته المصري، بس طب شدي يلا بقى حيلك تعالوا لنا يا المعرض. بلد الانتاج محتاج همه وتضحيه. يعني الناس كلها تقريبا بيقولوا الحمد لله واثقين الحمد في لله، منتجنا ده دي اهم المصري. خطوه، دي اهم خطوه احنا عايزينها. يعني نحاول نقلل بقى الناس اللي هي بتقدر تشتري براندات وتركي وكمان طيب نسمع برضو كلام الناس كده، نشوف بخصوص لما سأل البراندات. الناس في الشارع هل تثق في المنتج المصري أكثر ولا المنتجات الأخرى. تعالوا نشوف الناس قالوا إيه. تمام. بثق في المنتج المصري أكتر، بحس جودته أحسن من شوية بالصيني، إن الحاجات الصيني اللي بتجيلنا هنا بتبقى درجة تانية درجة تالتة. المصري بحس إن المصريين بيجوا يعملوا حاجة بيعملوها كويسة. بثق أي حاجة بره يعني الصين عامة. هو عامة مش كل الحراد، بس اللي انا بنشوفه يعني التكفيل المصري، يعني لما بنروح المحلات يقول ده تكفيل مصري، نعرف ان هو في عيوب مثلا، مش متجمع كويس يعني. اخر مرة بسأل على لابتوب مثلا نجيبه، فقال لي ده تجميع استيراد وده مصر، فصاحب المحل رشح لي الاستيراد اللي هو تجميع صيني يعني، فقال لي ده مميزاته ان هو بيبقى في كل الحراد مفيش حاجة متشالت منه، لكن التجميع المصري بيشيلوا منه حراد فبيبقى فيه غش شوية. الصيني اكتر، المصري ما جربتوش قبل كده، بس الصيني شغال معايا كويس، هاندي فري، شاحن، جراب، كل ده صيني وشغال كويس جدا. لا المصري طبعا، لا ولا ليه يعني، الاجهزه بتاع الصيني والحاجات ديت المصريه طبعا، كل حاجه مصريه حلو، البوتاجازات كل حاجه مصريه، فيها منتج مصري وفي منتج الصيني بيبان بيظهر، بس المصري لا يقول عليه. مصري معروف، معروف جاي منين، معروف من الشركة اللي مصنعاه. الصين مش كل حاجات الصيني وحشة، بس في حاجات كويسة وحاجات مش كويسة يعني، معظم الماركات العالمية موجودة في الصين يعني، فالحاجة البراند العالمي معروف، لو هو معروف انه مصنوع في الصين فكده كده ممكن لو هشتريه هشتريه، اما لو حاجة مصري وحاجة صينية مش براند عالمي صيني، ممكن ما اجيبش الصيني اجيب المصري. في بعض المنتجات المصرية ممتازة جدا، تبقى احسن من بره يعني، عندك في تين فرامل في مصر وفي صيني، الصيني ما بيكملش معايا، المصري بيطول معايا.
انا بثق في المنتج المصري اكتر، بيبقى احسن وبيبقى اوفر يعني. يعني لما اجي اشتري حاجه من محل بيقارنوا بقارن بين الصيني والمصري، بلاقي مثلا المصري قماشته احسن كده، ده يعني احسن من الصيني، زي البناطيل، زي التيشيرتات، زي الكوتشيهات كده. يعني الناس بين ده وبين ده اكيد، بس المصري اكتر. المصري اكتر طبعا، ان شاء الله ويكون اكتر باذن الله بعد كده على طول، والناس تبدا تهتم بالمنتج المصري قوي عشان نساعد بعض، احنا عايزين بلدنا تقف على رجليها. طيب سريعا كده تقولي ايه للناس؟ بقول للناس كل واحد يحاول يبدا يركز في المنتج اللي هو عايز يعمله، ويحاول يعمل مشروع صغير من بيته، وباذن الله هنلاقي دعم وهنلاقي بلدنا كمان بتقف معانا زي ما احنا عايزين نشتغل. وطبعا اللي عنده فعلا منتج بيعمله بايده، منتج يدوي، وحابب ان هو يعرضه عندنا في حمله قوم يا مصر، انا اتشرف بيه جدا. الحمله بتاعتنا اسمها قوم يا مصر، وجنبها كده مشروعنا الصين المصريه. تواصلوا معانا انبوكس وابعتوا لنا، واللي عايز يشارك معانا في الجاليري كمان يا ريت، نتشرف بيه قوي، وربنا يكرمنا ان شاء الله تكون الخطوه اللي جايه احسن واحسن باذن الله. ربنا يوفقك استاذه انتصار صلاح، مؤسسه حمله قومي يا مصر، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله، وانتوا اجدع ناس. يا رب ربنا يكرمك بالتوفيق قوي ليك، وان شاء الله مصر هتقوم على ايديك يا رب باذن الله. مشاهدينا نروح لفاصل قصير ونرجع نستقبل الاستاذه رانيا يحيى صاحبه مبادره بلاها نيش.